بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسندم. صباحات عمان الماجدة أستاذ خولة، وكل عام وأنت بخير، وأهلا ومرحبا بك إلى هذا البرنامج الخاص. صباح الخير والنور والسرور لكل شعب عمان، ونوجه التهنئة السامية لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، القائد الفذ الذي لا يتوانى عن خدمة عمان وشعبها، القائد الذي قاد رؤية عمان 2040 والتي الآن نجد تطلعاتها ورؤاها على أجيالنا من خلال البرامج والأفكار التي نجدها ونلمسها الآن أثناء تطبيقها على أرض الواقع. فعلا صباحاتك خير أستاذة خولة، أهلا ومرحبا بك معنا، ومباشرة نتحدث معك عن تطور القطاع الصحي في محافظة مسندم، وأيضا تطور دخول المرأة وأيضا الشباب في هذا المجال. فعلا التطورات الآن باتت كثيرة جدا معنا في محافظة مسندم وفي السلطنة عامة، وهذه التطورات لم تأتي أبدا فقط من فراغ، إنما أتت من خلال خطط استشرافية وخطط تنفيذية، وأيضا كذلك الاهتمام بالاستشراف المستقبلي لدى القطاعات والقيادات الموجودة معنا لدينا. هذه القطاعات مكنت أيضا كذلك بالاهتمام بالتقنية الحديثة التي واكبناها الآن. أبرز ما أجده الآن في لدينا أيضا كذلك الاهتمام بالاقتصاد، هذا الاقتصاد والاهتمام به أيضا كذلك نواكب فيه الاهتمام بالاقتصاد العالمي، أيضا كذلك الاهتمام بالأفكار والعلم المتجدد لهذا الاقتصاد. شهدنا الآن خلال هذه الفترة في محافظة مسندم وفي السلطنة عامة من الاستثمار كذلك في الجهد والوقت في آخر المجالس البلدية التي تمت من خلال برنامج انتخب، البرنامج الذي استثمر كثير من الجهد والوقت أيضا لجميع المواطنين. لاحظنا أيضا كذلك خلال هذه الفترة اهتمام القطاع الصحي الآن أصبح بالإنسان المريض لا يكون فقط بإعطائه الدواء، إنما كذلك الاهتمام بتعزيز صحة الإنسان من خلال من قبل الإصابة إلى المرض بمستويات الوقاية الثلاثية، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة. هذا الاهتمام بتعزيز صحة الإنسان حتى ما بعد الإصابة بالمرض أصبحت الآن هذه التطلعات كثيرة نواجهها الآن في وزارة الصحة، والابتكار كذلك في القطاع الصحي حتى نحدث هذه التغييرات، وكيف ممكن أن نجد بعض المواد الطبية والعلاجية لدينا في أو بعض الوسائل لتقديم الخدمة العلاجية لجميع المرضى من خلال الابتكار. أيضا من ناحية أيضا كذلك الاهتمام برؤى وتطلعات أجيالنا، لاحظنا الآن خلال هذه الفترة لمواكبة أيضا كذلك 2040، لو لاحظنا الآن ما شاء الله أجيالنا ما صار الاهتمام فقط أيضا كذلك بالجانب أن في مهام معينة لأعمال محددة، إنما أيضا كذلك أن يكون هذا الشاب مهتم في الجانب العلمي له والجانب المهني له كذلك، وأيضا من ناحية رفع مستواه الاقتصادي من ناحية الاقتصاد وكيف ممكن نستثمر ويرفع مستواه الاقتصادي. حقيقة شخصيا شهدت هذا الموضوع أيضا كذلك من ناحية الاهتمام بالأسر، الأسر لتمكينها اقتصاديا من خلال عدة برامج تدريبية وتنفيذية تنفذ بالمحافظة لرفع مستوى الاقتصاد. نعم. وتدريبهم على مختلف المهارات، سواء كانت الحرفية سواء كانت المهنية سواء كانت الصناعات المختلفة. جميل. طيب أستاذ خولة، يعني ونحن نعايش بكل افتخار واعتزاز حقيقة بالذكرى الثالثة لتولي جلالة السلطان مقاليد الحكم في البلاد، جميل أن نعرق أيضا في المحور القادم على ما أبرز ما تم إنجازه حقيقة على مستوى تمكين الشباب هناك في محافظة مسندم خلال الأعوام الثلاثة الماضية. صحيح. لو لاحظنا الآن في محافظة مسندم من نقاط القوة التي تتميز فيها هو تنوعها الجغرافي وتنوعها السياحي، وأيضا كذلك ما بين الذي تجمع محافظة مسندم ما بين البحر والجبل. استفدنا من طاقات الشباب الموجودة لدينا المهتمين في مجال المسارات الجبلية، المهتمين كذلك في برامج الغوص، لوضع بعض البرامج السياحية لدينا في المحافظة.
هذه تستقطب عدة زوار وعدة سائحين لدينا في محافظة مسندم كونها نقطة قوية تتميز بها المحافظة. هذه المسارات الجبلية استثمروا فيها الشباب فيها أفكارهم تطلعاتهم، وضعوا فيها عدة مسارات تتميز فيها وتتنوع فيها من جمال المنظر، جمال التصوير، ممارسة الرياضة البدنية. الجو الذي تتميز به محافظة مسندم خلال هذه الفترة والوسم الذي تم إطلاقه الشتاء ومسندم، أيضا كذلك الاهتمام في قاع البحار من ناحية الغوص، الاهتمام بالغوص أيضا كذلك، والتصوير داخل البحار من ناحية اكتشاف المرجان، أيضا كذلك المحار، وإلى منها من الأماكن التي يتميز فيها فقط شباب محافظة مسندم ويتم تدريب فيها أيضا كذلك الزوار لزيارتها والتعرف عليها وأخذ الصور أيضا لديها. الحقيقة الكثير من المشاريع التي تمت في محافظة مسندم لم تتمركز فقط أيضا في الولاية، إنما أيضا كذلك شملت لتتعدى أيضا المناطق البحرية. الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالبنية التحتية أيضا كذلك لهذه المناطق البحرية، إيصال الطلبة عند منطقة مثل الكمزار البحرية والتي تشهد الآن ما شاء الله نموا في البنية التحتية لهذه المنطقة، أيضا كذلك الاهتمام بالمماشي الصحية لدينا في الولاية. بإذن الله تعالى هذه التنمية المستمرة بإذن الله تعالى نجد ثمارها ليس فقط على المستوى المحلي بإذن الله، إنما أيضا كذلك الآن محافظة مسندم تهتم أيضا كذلك من ناحية الاهتمام بالانضمام إلى منظمة الصحة العالمية كونها طبقت جميع معايير البنية التحتية للمدن الصحية. نعم، نحن شاكرين تواجدك معنا اليوم أستاذة خولة بنت زايد الشحية، رئيسة قسم التثقيف الصحي والمبادرات المجتمعية الصحية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسندم. شكرا لك على هذا الجمال الذي نقلتيه لنا من مسندم الجمال، ونحن نستمع